هاي بدنا نفوت على ملجأ من الملاجئ بمدينة حمص لنشوف شو في بالملاجئ. يا حرام، من وين انتو يا عمو؟ من حمص. شو لازم لكم يا عمو؟ أنا بردانة، لا في كهرباء ولا في مازوت. أنا جوعان، ما في غير خبز يابس، وهذا أخي الصغير جوعان بده حليب. مين عامل فيكم هيك يا عمو؟ كتائب بشار الأسد. مين؟ كتائب بشار الأسد. انتو مين بتحبوا طيب يا عمو؟ الجيش الحر. الله محيي الجيش الحر. الله محيي الجيش الحر. الله محيي الجيش الحر.